بعيد بس ان هو المحاضرات ان شاء الله هتبقى اونلاين، والتوتوريال هيبقى اون كامبس لغايه لما يحصل تغيير. هنمشي بالنظام ده. الريفرنسز في تو ريفرنسز، واحد اساسي اللي هو يسمى تكست بوك اللي هو كمبيوتر نتوركس بتاع اندرو تانينباوم، والتاني السكندري ريفرنس بتاع داتا اند كمبيوتر كوميونيكيشنز بتاع ويليام ستونز. التوزيع درجات زي ما قلنا من شوية إن هي 60 ماركس فاينل و40 يورو كورس وورك. الأربعين دول عبارة عن 20 ثابتة دي، والعشرين تانية متقسمة ما بين الكويزز والأسايمنتس. لو هيتاخد أتندنس الماركس هتبقى من ضمن الأسايمنت يعني. خلاص الكويزز دي هتبقى الأفريج بتاع الكويزز كلها including ال pop up quizzes وال schedule quizzes وال quizzes اللي بتاخد في ال online و on campus أو في المحاضرات و tutorial يعني. طيب أنا بس عاوز أبدأ ب اسم الكورس اللي هو telecommunication networks، وأعمل open discussion معاكم وأشوف آرائكم إيه في الكورس دوًا. يعني أنا في سؤال بسأله في أول كل كورس، إيه اللي تتوقع تتعلمه من الكورس دوًا جاست من التايتل بتاعه؟ إيه؟ ماشي عبد الرحمن. متوقع اتعلم البيزك بتاعت النيتورك، ازاي بنعمل نيتورك وازاي ممكن نعملها زي كونفيجريشن، نعرفهم ببعض ازاي ممكن اعمل لوكال نيتورك او حاجه تخش على الانترنت. بس يعني ده اللي طيب متوقع. هل انت اخذت اي كورس نتورك قبل كده؟ كورس سي سي ان ايه في السمر؟ وخدت السيرتيفيكت؟ لا هي حاجة بس تقول انا خدت الكورس لكن ما دخلتش الامتحان بتاع سيسكو ذات نفسه. طيب شكرا. في حد تاني يضيف حاجة؟ شكرا لور يور هاند. في حد تاني raise your hand لو انت عاوز تتكلم، لو يعني السؤال ايه اللي تتوقع تعرفه من كورس اسمه telecommunication networks؟ من اسمه كده ايه اللي تتوقع تعرفه؟ محمد محمود. ممكن مثلا حاجة ليها علاقة بشبكات التليفون مثلا اللي هي الأرضي وكده، عشان تيلي كوميونيكيشن، فحاجة مثلا اللي هو إن إحنا شغالين في رينج ال 3.4 كيلو هرتز باند اللي هي بتاعة التليفونات زي ما حضرتك قلت قبل كده. هي التليفونات الأرضي كنتورك اسمها Public Switch Telephone Network أو PSTN، دي ودي هنتكلم فعلا عنها في خلال الكورس يعني. شكرا. عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن. طب عمر إبراهيم. ممكن مثلا نعرف حاجة اسمها الـ OSI model اللي هو السبع layers اللي بيكونوا النتورك. هو تعرفت الـ OSI موديل ده منين؟ أنا اتسألت سؤال قبل كده في انترفيو للنتوركس دي ومن ساعتها معرفش أجاوبه، فقلت هدور على إجابة السؤال وكانت دي إجابته. سألت سؤال ايه؟ تعرف حاجة اسمها الـ OSI model وكده؟ قلت له لا ما اعرفش، وبعدين قعدت ادور بقى في الموضوع. سألته فين يعني؟ انترفيو كانت الكورس CCNA برضه. انترفيو. ماشي. انا يعني انت خدت سي سي ان اي كورس؟ طيب لا بس دورت في المعلومات. ماشي كويس. شكرا. انا هنعرف الاو اس اي موديل اللي زميلك قال عليه ده، هنبدا بيه ان شاء الله المره الجايه يعني.
طب عبد الرحمن انت رافع ايديك من الاول ولا لسه عاوز تقول حاجه؟ طيب ساره اشرف. تمام. هو بما اننا هناخد ال OSI موديل ده، فاحنا هنتعرف على السبع layers اللي عندنا، وهناخد ال IP address، وهنتعرف على الماك address والحاجات دي، صح؟ ماشي صح. يعني نتعرف على الماك ادرس والاي بي ادرس، وانت عارفهم منين؟ تدريب كنت واخدة FTTH، كنت واخدة كان ايه؟ introduction كده على النتورك، فين؟ في FTTH كورس له علاقة بالفايبر. ككورس يعني؟ لا مش كورس، كان تدريب، كان تدريب في NTI. تدريب في الانتي اي، مع ان الانتي اي بتدي كورسات وبتدي تدريب يعني. لا احنا كنا تدريب مش كورس. طيب ماشي، شكرا. لور يور هاند مايكل. هو ممكن نعرف الحاجة ليها علاقة بشبكات اللاسلكي، ازاي تنشئ شبكة او كده؟ هنتكلم برضك عن النقطة دي واحنا اثناء الكورس يعني، بس مش هتبقى دي التارجت بتاعنا يعني. ماشي. حاجة تاني؟ طيب قبل ما نجو ثرو التوبكس، خلينا برضك علي عماد، حضرتك سامعني كده؟ اتفضل. هو سؤال بس، هو يعني هو الكورس ده مختص بشبكات الكمبيوتر؟ ده سؤال. انا مثلا مختص بشبكات الكمبيوتر والسي سي ان اي والحاجات ديت، ولا مختص بحاجات التليفون وال4 جي وال5 جي وكده؟ طب خليني معلش اجل اجابه السؤال دي وانا لما اتكلم على كرسي يعني. ماشي. طيب في سارة ومايكل وعلي رافعين ايديهم، هل هتتكلموا تاني ولا خلاص؟ طيب لور يور هاند بقى، عشان هسأل سؤال تاني. مين فيكو واخد سي سي ان ايه كورس؟ مين فيكو خد سي سي ان ايه كورس؟ سواء in the form of training او whatever يعني. سي سي ان اي كورس في دلوقتي ستة رافعين ايديهم، هل في حد تاني او سبعة؟ هو الكومنت عندي غلط، هو في سبعة رافعين ايديهم، هل في حد تاني واخد سي سي ان اي كورس؟ طب شكرا. lower your hand. lower your hand. طيب مين فيكم واخد سي سي ان اي سيرتيفيكت؟ هل في حد واخد سي سي ان اي سيرتيفيكت؟ طيب على العموم، انا زي ما قلت في الاول ان هو الكورس ده يعتبر ليفل زيرو، مش محتاج ان احنا
نكون مثلا واخدين كورس نتورك قبل كده، او يعني خدت تريننج او غيره، ولكن هو نبدا من زي ما قلنا ليفل زيرو. يعني التوبكس، انا شير تاني الفايل. التوبكس اللي هنتكلم عليها اهي، التوبكس اللي هنتكلم عليها اولا يعني ناخد انتروداكشن عامه عن التليكوميونيكيشن نتوركس، وفي حاجه اسمها اركتكتشر موديل زي ما سمعتوا زمايلكم بيقولوا او اس اي موديل، وفي برضك لو ممكن حد منكم سمع على التي سي بي اي بي موديل، فنعرف الموديل ده عباره عن ايه، وهو ده بدايه مدخل النتورك ومن اهم التوبكس اللي احنا ايه هنغطيها، لان على اساسها هنبدا نتكلم بقى على بقيه الكورس. وانت حتى لو هتاخد كورس تاني لازم تكون فاهم يعني ايه الموديل ده. في نتورك اسمها سيركت سويتشنج وباكت سويتشنج او نوعها، يعني هتكلم عنها دلوقتي في الانترودكشن. وفي كيوينج ثيري، الكيوينج ثيري ممكن ان يعني على حسب الوقت نقدر ناخدها او لا، بس اعتقد يعني في معظم الاحوال ما ناخدهاش، اعتقد مش هنقدر ناخدها عشان الوقت، ولكن ممكن في الاخر نتكلم عنها بريفلي. يعني ده كده جزء الانترودكشن. بعد كده بقى هنمسك ايه، هنمسك حاجه اسمها اللي هي من الاو اس اي موديل ده او الاركتكشر موديل. لما نعرفه هنعرف ان في لايرز، ودي ان شاء الله هنعرف ليه اتعمل لايرز النهارده، والمره الجايه هنبدا نتكلم عنها على طول. في فيزيكال لاير نتكلم على الداتا ترانسميشن بالنسبه للداتا ريت يعني، وهنتكلم على البابليك سويتش التليفون نتورك زي ما حد من زمايلكم قال، البي اس تي ان اللي هي شبكه التليفونات الارضيه، بابليك سويتش التليفون نتورك. والدي اس ال اللي هو ديجيتال سبسكرايبر لاين، هنعرف الاوبريشن بتاعه شغال ازاي، وازاي ان انت ممكن تاكسس الانترنت والتليفون في نفس الوقت يعني على التليفون نتورك يعني. بعد كده في دي الفيزيكال لاير، بعد كده في داتا لينك لاير، هنتكلم بردك على الميديا اكسس كنترول. كان في حد من زمايلكم بردك قال هنعرف يعني ايه ماك ادرس، او يعني استخدامات الماك ادرس، وديا نتورك اسمها ايثرنت. الايثرنت ديا هي النتورك اللي احنا بنستخدمها في اللوكال اريا نتورك، زي مثلا في البيت او في المعمل او كده، نتورك على سايز صغير. هنعرف يعني ايه لوكال اريا نتورك النهارده ان شاء الله. وبعد كده في نتورك لاير، برضك حد اتكلم على الاي بي ادرس، هو يعني ده جزء من الاي بي بروتوكول، وهنعرف يعني ايه الاي بي بروتوكول ده وايه، والاي بي ادرس برضك ايه هو، وازاي ان احنا نassign اي بي ادرس لنود معين. وفي راوتينج بروتوكول ممكن نلحق ناخده او لا. وفي ترانسبورت لاير اللي هي الرابعه. يعني انت شايف ان احنا بيزد على الاركتكشر موديل ده هنتكلم على اربعه لايرز من السبعه، خلاص. الثلاثه التانيين هيكونوا ريليتد اكتر لقسم كمبيوتر مش لينا احنا، من ضمنها ابلكيشن لاير، زي مثلا لما اعمل بروتوكول زي الويب براوزنج اللي هو اتش تي بي او اف تي بي، الكلام ده يعني ايه هنجو ثرو ات يعني، ولكن عشان بس عندك فكره عامه عنها يعني. طيب خليني يعني اشير الباوربوينت، ابدا اشرح فيه كونسبت بس عشان اقرب لك المسافه يعني ايه نتورك، ولكن خلينا بس نتكلم على كلمه تيليكوميونيكيشن نتورك. تيليكوميونيكيشن نتوركس عامه هي امبريلا كبيره يندرج تحتها. اتفضل. ممكن تقبل الناس اللي بره، في ناس عايزين عاملين ريكوست. طيب ماشي. هو كل اللي عامل ريكوست عملت له اكسبتنس. تمام، اصل في واحد زميلنا بعت على الجروب وكده. ااا
بص، هو انا دلوقتي على في pending requests، ما فيش اي request يعني، معلش خليه يبعت تاني تمام. ولما يبعت بلغني برضه. طيب، فبالتالي هنا يبقى احنا عندنا هنا التليكوميونيكيشن نتورك دي امبريلا كبيره، خلاص اللي احنا هناخد فيها هنا البيزكس اللي هي المفروض يعني تفتح لك مجالات مختلفه. يعني مثلا في واحد يتكلم على 4G و5G ومش عارف ايه الكلام ده، موبايل نتورك. الموبايل نتورك تحت الامبريلا بتاعت التليكوميونيكيشن نتورك، خلاص. الساتلايت، الساتلايت برضك دي نتورك تانية تحت الامبريلا بتاع التليكوميونيكيشن نتوركس، خلاص. الانترنت، الانترنت او الكمبيوتر نتورك يعني ان جنرال، هي ستيل برضك تحت الامبريلا بتاعت الكوميونيكيشن نتوركس. شبكه التليفونات الارضيه اللي هي البي اس تي ان، الدي اس ال، كل ده تحت برضك التليكوميونيكيشن نتوركس. فالتليكوميونيكيشن نتورك دي امبريلا كبيره تحتيها نتوركس مختلفه، اللي احنا هناخد هنا ايه البيزكس بتاعتها، خلاص. فهل جاوبت السؤال بتاعك احمد علي عماد؟ انت جاوبت انا السؤال بتاعك، انت رافع ايديك بس ما بتتكلمش او ميوتد يعني. معلش سمعت حضرتك. ايوه فهمت. نعم، فانتوا هتاخدوا كورس اسمه موبايل نتورك او موبايل كوميونيكيشن سيستم، ده كده خاص بالموبايل لوحده، واخد بالك. وهتاخدوا كورس تاني في ساتلايت كوميونيكيشن، اعتقد ان هو الكتيف يعني، وده ممكن هيبقى ايه كورس لوحده. انت عارف كمان الاوبتيكال نتورك دي تحت الامبريلا بتاعت كوميونيكيشن نتورك، بس لما اتكلم على الاوبتيكال نتورك بيبقى بتكلم على كومبوننتس بتستخدم في الاوبتيكال نتورك بس، واخد بالك. ولكن لما اتكلم على كوميونيكيشن نتوركس بتكلم على سيستم اند تو اند ان جنرال يعني. طيب هو لغايه دلوقتي مفيش حد بيندنج يعني، مفيش حد بعت ريكوست، بس لو حد بعت ريكوست قولوا لي. طيب انا هكلوز الفايل ده وهشير معاكم فايل تاني نتكلم عنه. طيب شايفين الفايل ده باوربوينت؟ يا دكتور شايفين. طيب هو زي ما قلت لكم الكورس هنا تيليكوميونيكيشن نتوركس، وانا هبدأ بنتورك زي دي عشان بس نوصل للتارجت اللي احنا عاوزينه، نفهم يعني ايه نتورك، وبالتالي يعني نبدأ نجسر الكورس يعني. طيب هي النتورك عامة ممكن تبص لها from different points of view، يعني لو قلت لك ايه هي انواع النتورك اللي انت عارفها هتقول لي from any point of view. النتورك قد تكون wired network، قد يكون wired network، and wireless network. النتورك برضك ممكن تبص لها من ناحية تانية اللي هي local area networks and wide area network.
ماشي. الوايد اريا نتورك اللي هي اختصارها وان، واللوكال اريا نتورك اختصارها لان. طيب فور ذا تايم بينج يعني ايه لان ويعني ايه وان؟ لوكال اريا نتورك وايد اريا نتورك هو الاسم بيدل عليها فعلا، ان لو انت بصيت على نتورك زي دي اهي، النتورك زي دي بتمثل ايه الانترنت مثلا، خلاص فديا وايد اريا نتورك على مستوى اريا كبيره. اللوكال اريا نتورك هي على مستوى اريا صغيره خلاص. الاختلافات ما بينهم ايه؟ الاختلافات ما بينهم بتختلف في حاجتين، ان انت النتورك ممكن تبص لها ك النتورك عامة، ممكن تبص لها كهاردوير وسوفت وير زي كمبيوتر. الكمبيوتر هو هاردوير، والهاردوير ده من غير السوفت وير ما بيشتغلش. فهنا برضه نفس الحكاية، النتورك ممكن تبص لها ان هي هاردوير وفي سوفت وير. الهاردوير هنا مش ميموري وهارد ديسك والكلام ده، ولكن الهاردوير هنا هو التوبولوجي اللي النتورك كونكتد بيها خلاص. السوفت وير برضك مش هو الاوبريتنج سيستم زي الويندوز او مثلا مايكروسوفت او غيره، ولكن السوفت وير هنا هو البروتوكول. يعني ايه توبولوجي ويعني ايه بروتوكول؟ التوبولوجي لو انا عندي مجموعه نودز اهي زي كده، اوصلهم ببعض ازاي؟ هل هوصلهم زي ما انت شايف كده في تحت هنا، هل اوصلهم بكيبل واحد كومن ما بينهم زي كده، ولا اوصلهم بكيبل 1 تو 1 بالشكل ده؟ فلو انا عندي ممكن اوصلهم مثلا بالشكل ده، الكونكشن دي اسمها كومن باس، هنعرفها بعدين ونتكلم عنها. ممكن الثلاثه نوتس دول اهم اوصلهم مع بعض ب نود واحده كومن، مثلا نسميها مثلا راوتر او غيره خلاص. ممكن الثلاثه نودز اوصلهم كده من واحده للثانيه خلاص. طبعا انا بتكلم هنا على ثلاثه نودز بس، الكلام ده اكستندد لاي عدد من النودز. فالتوبولوجي هي ازاي، ايه هي الكومبوننتس اللي موجوده، سواء مثلا موبايل، كمبيوتر، راوتر، سويتش، كل اللي انت تسمع عنه عن النتورك كومبوننتس او النتورك اليمنتس، وازاي واصلين ببعض خلاص. البروتوكول بقى هو الرولز، ازاي النودز دي تكومينيكيت مع بعض. يعني انا مثلا لو انا عاوز اداونلود فايل، ايه الخطوات اللي انا هعملها؟ انت لما تيجي تحب تتصل بحد بتعمل ايه؟ مش بتتصل بيضرب رقم الاول فهو بيرد وبتبدا تكلمه؟ ده هو ده كده البروتوكول، ان انت بتحط رولز ان النود اللي عاوز الداونلود فايل تبعت ريكويست للنود اللي عندها الفايل خلاص، وبالتالي تقدر تعمل ايه داونلود وهكذا. وممكن النود اللي عندها الفايل يعني تريجكت الريكويست ده خلاص لاي سبب، سبب سكيورتي، بسبب ان هو ما فيش ريسورسز، وات ايفر ايه السبب يعني. فبالتالي هنا البروتوكول هو الرولز اللي انا بستخدمها بين السورس والديستنيشن. يعني من ضمن برضك البروتوكول او الرولز ان انا بستخدم ادرس، صح ولا لا؟ مش كل نوت في النتورك المفروض ليها ادرس؟ ايوه معايا ولا لا يا دكتور؟ اتفضل. يعني دلوقتي في البروتوكولز انا بدي اوردر لكل نود اللي هي يعني تشتغل ازاي وكده، صح؟ اوكي تمام بالظبط. اي يعني رول بتحطها في النتورك فهي دي عباره عن بروتوكول، زي مثلا زي ما تقول الادرس مثلا. مش كل نود من دول المفروض ليها ادرس، صح ولا لا؟ ايوه يا دكتور. طيب الادرس ده احطه كام بيتس؟
هل مثلا 1 بايت اللي هو 8 بيتس كفايه ولا محتاج مثلا سايز اكبر، والفورمات بتاعه هيبقى عامل ازاي وابعته ازاي ما بين النودز وبعضها. ده كده البروتوكول. طيب لو جينا هنا في التوبولوجي، التوبولوجي يعني اللي هي هزود معلش نود كمان هنا، يبقى انا عندي A B C D ماشي. تعالى نفكر مع بعض كده، لو ال A بيبعت لل B او لو ال A بيبعت لل C ماشي، ده احنا قلنا ان هو كومان باص، كل النودز واصله بنفس الباص بنفس الواير يعني. لو ال A بيبعت لل C، تعالى نفكر مع بعض كده، لو في نفس الوقت ده ال B عاوز يبعت لل D اهو، هيعمل ايه؟ هيبعت على طول ولا هيستنى لما ال A تخلص؟ استنى لغايه ما ال A تخلص. طيب مين اللي بيقول ان هو ممكن يبعت على طول؟ اللي بيقول ممكن يبعت على طول يريز هاند. احمد عماد انت رافع عليك من الاول صح؟ اللي بيقول ان هي النود نود سي ممكن تبعت على طول بغض النظر ان نود ايه بتبعت او لا، يريز هاند. واحد بس او اتنين يعني. احمد علي دكتور، في ناس دلوقتي بيندنج في المحاضره عشان عاوز مش عارفين يدخلوا. في ناس بيندنج في المحاضره مش عارفين يدخلوا دلوقتي. طيب احمد عماد، احمد عماد في ثلاثة هم. طيب اللي بيقول ان ممكن يبعت على طول يريز هاند. طيب lower your hand. طيب اللي بيقول ان هو النوت سي لازم تستنى لما الايه تخلص يريز هاند. طيب هو في من 112 27 بيقولوا ان هي لازم تستنى. طيب ده 4 35 36. طيب ناخد واحد من اللي هم رفع ايديهم وليكن احمد محمد رضا. ازاي نود اللي هيخلي نود سي تستنى، اللي يخلي نود بي تستنى، لازم تعرف ان في ترافيك على الواير ده صح؟ بالظبط. هو الفكره انا حسيت في الاول ان هي مش يعني الطريقه دي يعني تبع البروتوكول، يعني ممكن يحصل كده او يحصل كده على حسب الطريقه اللي اتعملت عليها يعني. هو بالظبط كده، بالظبط كده انت بتقول. شكرا لور الهاند كلكم. فازاي بقى يحصل كده او كده؟ طب اولا خلينا نشوف واحده واحده، ازاي ان هو نود بي تعرف ان في ترافيك على اللاين ده ولا لا؟ ببساطه خالص، ان هي قبل ما تبعت هي كل نود من دول فيها ترانسميتر وريسيفر، هي عشان تبعت بترن اون الترانسميتر وبتبعت، فهي قبل ما تبعت هترن اون الريسيفر الاول وتشوف في سيجنال هنا ولا لا. لو لقيت سيجنال يبقى معناها ان في حد بيبعت لحد، مين اللي بيبعت مش مشكله بالنسبه لها، ولكن هتستنى لغايه لما اللاين يبقى ايدل ما عليهوش ترافيك او ما عليهوش سيجنال، وبالتالي هي تبدا تبعت خلاص. طيب هل بقى هي لازم تستنى ولا لا؟ ده على حسب ايه بقى؟ على حسب البروتوكول. في بروتوكول يقول لازم تستنى،
وفي بروتوكول يقول انها ممكن تبعت ولو بعتت هيحصل كوليجن. طبعا بيقول البروتوكول بيقول هي تبعت اسهل ولكن البرفورمانس بتاعه اوحش لان ممكن يحصل كوليجن خلاص، ولكن الثاني مور كومبليكيت شويه ولكن البرفورمانس بتاعه احسن. فهو على حسب البروتوكول او الرولز اللي هنحطها للنودز ازاي كوميونيكيت مع بعض، هي ده البروتوكول خلاص. طيب سؤال بقى سريع كده، النودز اللي هي A B C D تفتكروا قريبه من بعض ولا بعيده عن بعض كديستنس؟ في الحقيقه هو لو النودز دي بعيده عن بعض قوي، يعني مثلا سي كل واحد نود من دول في بلد غير الثانيه، هيدي فرصه للكوليجن ان هو يعني حتى لما احنا بنقول ان نود بي تلسن قبل ما تبعت، هنبص هتلاقي لسه في تشانس في كوليجن، اللي هو لو الاي والبي ابتدوا يبعتوا في وقت قريب من بعض. ليه؟ لان السيجنال عامه توصل من اي لبي هتاخد وقت خلاص. فبالتالي لو هو النود A والنود B بعاد عن بعض قوي كفيزيكال ديستانس، هتبص هتلاقي ان في هاي تشانس اوف كوليجن او هاي تشانس يعني ان الكوليجن ده ان هو يحصل ان هما التو سيجنالز يتلخبطوا مع بعض، وبالتالي الريسيفر ولا هيعرف يستقبل دي ولا هيعرف يستقبل دي خلاص. فنرجع نقول بقى التوبولوجي زي دي، التوبولوجي زي دي ما ينفعش تستخدمها في الوان خلاص، ممكن تستخدم في اللان خلاص. فعشان كده اللان والوان دول يعتبروا تو كلاسيفيكيشنز مهمين جدا ومش محطوطين كده هباء. يعني نتورك صغيره مثلا، صغيره قد ايه ومثلا 100 متر او حاجه، والثانيه مثلا كبيره او كده، لا يعني محطوط على اساس التوبولوجي والبروتوكول اللي مستخدم في اللان، ممكن ما ينفعش في الوان والعكس خلاص. طيب فده كده ايه كلاسيفيكيشن للنتورك اللي هو واير او وايرلس لوكال اريا او وايد اريا. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو كور او ايدج خلاص، او ساعات بيسموها باك بون. الكور ساعات بيسموها باك بون واكسس، ايدج او اكسس والكور. ده اللي هو يظهر بقى فين؟ يظهر في الرسمه دي. الرسمه دي لو ركزت فيها هتبص هتلاقي ان انت عندك اللي انا هعمل له فريم كده، ده كده نتورك، ده كده كور او باك بون. دي عبارة عن نتورك متكونة من هنا راوترز أو سويتشز خلاص، كونكتد مع بعض بغض النظر إن في إند يوزر واصل بيها زي ده وده أو لأ خلاص. طيب الإند يوزر هنا بقى ده بيبقى بيمثل الإيدج، دول بيمثلوا الإيدج او الاكسس خلاص. يعني فبالتالي النوتس دي ايه كونكتد ايه ببعض. طيب الاكسس بقى هنا في منه انواع كتيره، قد يكون في كلاينت زي اند يوزر، زي احنا مثلا احنا كلنا اند يوزرز يعني، قد يكون كلاينت، قد يكون سيرفر زي مثلا السيرفر بتاع الكليه زي ما قلت لكم، يعني او السيرفر بتاع الكليه مثلا تيجي تعمل عليه ريجستريشن، او سيرفر مثلا جوجل او غيره google.com، او لان تانية اهي، دي ممكن تكون مثلا لان جوه مثلا فرع بنك او جوه برضه كليه او جوه شركه خلاص، وفي كوميونيكيشن ما بينهم، وفي كوميونيكيشن ما بينهم. فبص هتلاقي ان دي ايه ثرو الكور نتورك اللي هنا دي. فالكور نتورك دي يعني زي الانترنت كده موجوده سواء في يوزر كونكتد او 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 لا خلاص. طيب لو احنا بصينا للغرض الاساسي بقى للنتورك ايه،
الغرض الأساسي للنتورك إيه؟ بنوصل جهازين ببعض أو أكتر. إيه؟ بنوصل الغرض الأساسي للنتورك إن أنت بتشير انفورميشن ما بين أكتر من اتنين نودز أهو. انت عارف لو انت عندك اتنين نوتس بس، يعني عاوز مثلا يعني مثلا سي مثلا اتنين كمبيوتر عاوز توصلهم ببعض، ممكن توصلهم بكيبل وخلاص، ممكن توصلهم مثلا بيو اس بي او ببارل بورت او سيريال بورت او واتيفر، حتى لو مش جنب بعض. يعني لو عندك كمبيوتر في بلد وكمبيوتر في بلد تانية، ممكن يعني تشتري مثلا او تأجر ساتلايت لينك وتوصل ما بينه خلاص. فانت يعني مش محتاج ايه نتورك، يعني ده هما اتنين نودز. ممكن تران كيبل طويل، طبعا هو الكوست بتاعه والكلام ده حاجات تانية، ولكن تران كيبل طويل وتأجره يعني من شركة كوميونيكيشن يعني، وبالتالي تتوصل منه. ولكن كنتورك بقى، ان احنا عاوزين نشير انفورميشن ما بين اكتر من نودز. يعني مثلا انت عندك بنك مثلا في هيد كورتر اللي هو الفرع الرئيسي، وفي فروع تانية متوزعة في أماكن مختلفة خلاص، وعاوز توصل ما بينهم. فبالتالي اللي بيحصل إيه؟ إن في شركات اسمها provider service provider. السيرفيس provider ده بيقدم سيرفيس لليوزر من ضمنهم ISP. الـ ISP ده عبارة عن إيه؟ الـ ISP ده عبارة عن إيه؟ اللي أنا هلاتت فوقها. الـ ISP ده عبارة عن إيه؟ كلمة ISP انترنت سيرفيس بروفايدر. انترنت سيرفيس بروفايدر هو السيرفيس بروفايدر ده بيبروفايد انترنت كونكتيفيتي للاند يوزر على حسب الكابابيلتيز بتاعه اليوزر. يعني مثلا يوزر عنده دي اس ال يقدر ياكسس الانترنت ثرو الاي اس بي ده. يوزر عاوز حاجه اسمها برايفت لاين، عاوز خط ليه لوحده، فايبر رايح ليه هو لوحده، ممكن يبقى ايه برضك يبروفايد السيرفيس دي. عاوز ياكسس الانترنت ثرو وايرلس كونكشن خلاص، فالسيرفيس بروفايدر بيبروفايد برضك السيرفيس دي. عاوز ياكسس الانترنت ثرو دايال اب، ان هو يستخدم خط التليفون بس كدايال اب مش دي اس ال سوري. فبالتالي ده ايه سيرفيس بروفايدر. طيب لو احنا بقى عاوزين نكونكت اليوزر ده اللي هو على الشمال اللي اسمه كلاينت بالسيرفر، اول حاجه اليوزر الراوتر سميه مثلا راوتر 1 خلاص، للراوتر اللي هو كونكتد بيه على طول. طب الراوتر ده هيعمل ايه؟ الراوتر ده هيعمل ايه؟ يعني او سؤال تاني بمعنى، لو هو ازاي الكلاين ده اللي هو مثلا سميه ايه مثلا ايه عاوز يكونكت البي ماشي، فازاي النود ايه تقول للراوتر ده انا عاوز اروح لنود بي، لان في نودز كتيره تانية، ازاي يقول له عاوز اروح لنود بي؟ هو اكيد بيبقى في حاجه اسمها ادرس او بالظبط كده. يبقى في ادرس، يبقى اول حاجه في ايه، يبقى في هنا ادرس، انا اكتب ايه ادرس دي واحده. طيب لما يوصل الريكوست من نود ايه لراوتر 1 ان هو عاوز ان الترافيك دي عاوزه تروح لنود بي، راوتر 1 بقى هيعمل ايه؟ هيشوف احسن طريق صح، لان عند راوتر 1 ممكن امشي كده، عند راوتر 1 ممكن امشي كده او امشي كده صح. انت شايف تقريبا مين الاحسن بالنظر كده؟ امشي كده صح، طبعا الراوتر بيحسبها خلاص. طيب امشي كده دي اروح لراوتر 2 خلاص، راوتر 2 الراوتر هيحدد الطريق اللي هيمشيه. دي البروسيس دي اسمها
او السيرفيس فانكشن دي اسمها راوتينج. يعني كلمه راوتينج ان هو الراوتر يحدد الطريق. طيب وصل لراوتر ايه 2، ومن راوتر 2 اهو مشي كده مشي كده اهو، وبعد كده وصل كده اهو، وصل للاخر للفاينل ديستنيشن. طيب لما يوصل للفاينل ديستنيشن، ركز معايا في النقطه دي، لما يوصل للفاينل ديستنيشن، هل الفاينل ديستنيشن الترافيك لما مشيت الطريق ده كله ممكن يحصل فيها ايرور او لا ولا لا؟ ايوه ممكن صح. فمفروض يبقى في ايرور ديتكشن، ان نود بي تعمل ديتكشن في ايرور ولا لا. طب سؤال تاني اصعب شويه، هل الايرور ده لازم يتصلح ولا لا؟ اللي بيقول الايرور ده لازم يتصلح يريد هاند. معلش في اتنين رافعين ايدهم من الاول، اللور هاند الاول نور وصلاح. طيب اللي بيقول الايرور ده لازم يتصلح يريد هاند. علي حد تاني بشوي اتنين بس. طب معلش lower your hand. في تاني ماشي. ففي حوالي ستة قالوا ان لازم يتصلح. طب اللي بيقول مش لازم يتصلح يرز هان. واحد عمر يوسف محمد. ده في كتير قايلين مش لازم يتصلح. طيب لو نشوف حد رباب. رباب طيب عمر السيد. هذا بتقول مش لازم يتصلح ليه؟ ممكن لو الايرور صغير ما نحتاجش يعني نصلحه. هو يعني اساسا يعني يكون في يعني حتى لو بتاكسس بنك اكاونت. لو انت بتاكسس بنك اكاونت هل تسمح بايرور؟ يعني انت لو حسابك مثلا يعني 1101 جنيه او 2001 جنيه، تسمح ايرور في الواحد جنيه وما تسمحش ايرور في ال 2000؟ ولا هو البروتوكول ما يسمحش بالايرور؟ يا عمر لا اعتقد ينفع يعني ممكن نسمح بير بسيط. طيب هو على العموم الايرور ده يعني زي فانكشن تانية هنشوفها بيعتمد على الابلكيشن. في بعض الابلكيشنز ما ينفعش فيها ايرور. يعني بص يا داونلود، عملت داونلود لبرنامج سوفت وير عشان تعمل انستليشن على الكمبيوتر عندك، هل تسمع ان في ايرور؟ لو في ايرور هيتعمل له انستليشن مظبوط؟ غالبا لا يعني. فبالتالي لو انت بتداونلود سوفت وير عشان تعمل له انستليشن وحصل فيه ايرور، هل هتقدر تعمل انستليشن ولا لازم يبقى كله مظبوط؟ لا لازم يبقى كله مظبوط. ماشي. يبقى في الحاله دي يبقى على حسب الابلكيشن. في بعض الابلكيشن ما تسمحش ايرور خالص، وفي بعض الابلكيشن بتسمح لبعض الايرور، وفي بعض الابلكيشن ما تفرقش معاه. اديك مثال بسيط، لما اعمل برودكاست، اعمل برودكاست بعمل برودكاست كل شويه، فلو برودكاست من دول
حصل فيه ايرور البروكسس الثاني ممكن يصلح. خلاص يبقى في ايرور بقى ايه؟ ايرور كوركشن. ماشي. طيب بعد كده في فانكشن ثانيه ان انا لو بعت الداتا من 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 الكلاينت ده للسيرفر، لو انا ببعت داتا كتير هل كلهم هياخدوا نفس الطريق ولا ممكن ياخدوا طرق مختلفه؟ يعني افرض اللينك ده، انا هعمل باللون البيربل، افرض ان اللينك ده وان اهو ده حصل فيه فيلير هنا، افرض ان اللينك ده حصل فيه فيلير، الترافيك اللي جايه للراوتر ده مش لهاش الطريق ده، الطريق ده خلاص قطع، هتمشي عن الطريق ده صح؟ فهتاخد طريق تاني صح؟ في الحاله دي اللي انا عاوز اقوله لك ايه، ان ممكن الترافيك اللي تبعت من جهه المبدا تاخد اكتر من طريق حتى من غير الفيلير، يعني ممكن في كونجيشن، في مشكله شويه، فبالتالي ايه تاخد طريق تاني. طيب لو خدت طريق تاني هل ممكن الترافيك اللي خارجه من هنا توصل هنا اوت اوف اوردر ولا لا؟ معلش يا دكتور ممكن جزء ده ثاني. الترافيك اللي خارجه من هنا دي خارجه على شكل ايه؟ باكيتس. اي شكل سيتس اوف داتا صغيره كده، دول اسمهم باكيتس مثلا. خلاص دي باكيت 1 باكيت 2 باكيت 3. ممكن باكيت 1 تيجي هنا تاخد الطريق ده هنا، وباكيت 2 تطلع فوق هنا يكون ساعتها ده احسن طريق، وباكيت 3 تيجي من هنا. خلاص على حسب الراوتر ده، سميه مثلا راوتر 3 وده راوتر 4، على حسب راوتر 4 شايف احسن طريق انه في الوقت ده. ليه؟ لان النتورك بطبيعتها دايناميك، ممكن يبقى الترافيك لود ديستريبيوشن بتاعه يتغير، تلاقي في نود مثلا عليها لود جامد في افويد ان هو ياخد النود دي، ممكن يحصل فيلير في لينك، ممكن لينك يتصلح، فبالتالي النتورك بتاعتها دايناميك. خلاص طيب فبالتالي لو الترافيك خرجت بالشكل ده ممكن هتيجي هنا عند الفاينل ديستنيشن، انا هكتب تحت هنا، ممكن تيجي باكت 1 الاول وبعدين باكت 3 وبعدين باكت 2 تتاخر شويه. خلاص خد الطريق تاني طلع اطول، فبالتالي محتاجين فانكشن اسمها ايه؟ ري اوردرنج. هل كل الترافيك اللي اتبعت محتاجه ان تعملها ري اوردرنج؟ برضك طبعا لا، ان هو على حسب الابلكيشن اللي انت مستخدمه. خلاص طيب ففي فانكشنز كتيره المره الجايه ان شاء الله، عشان الوقت بس ممكن ان احنا نلست مجموعه فانكشنز ثانيه. خلاص فقاموا عملوا ايه بقى لما ابتدوا يشتغلوا في موضوع النتورك ده؟ لقوا ان انت عشان تبعت ترافيك من سورس معين لديستنيشن، خلاص محتاج ان انت تعمل فانكشنز كتيره. لسه هنلست ايه فانكشنز ثانيه ان شاء الله المره الجايه. عملوا ايه بقى؟ قالوا طيب بدل ما نتعامل مع مثلا 50 فانكشن مره واحده، نعمل لهم امبلمنتيشن، قسموا الفانكشن دي لست اوف فانكشنز قريبه من بعض وسموها لاير. خلاص فالمره الجايه بقى انا هنتكلم على اللي زمايلكم قالوا عليه اللي هو السيفن لاير موديل، واحنا شفناه في السيلبس هنا اسمه ايه؟ اركتكشر موديل، نتورك اركتكشر موديل، ان احنا الفانكشنز دي كلها مش هنتعامل معاها يعني كلها مره واحده، ولكن اتقسمت الفانكشنز دي للايرز، كل لاير مسؤول عن فانكشنز معينه. خلاص ده الغرض ليه بقى الاساسي ليه؟ عشان ابعت الترافيك من السورس للديستنيشن بناء على الابلكيشن ريكويرمنتس، مش ان هي تبعت صح وخلاص، لان ممكن تبعت غلط واقبلها، يعني ممكن في ايرور. خلاص ده على حسب الابلكيشن، يعني مثلا يعني فويس اور اي بي ممكن يستحمل شويه ايرور، خلاص
لكن مثلا لما اكسس بنك اكاونت ما ينفعش يبقى فيه ايرور. خلاص فعليه على حسب الابلكيشن اللي بستخدمها اوفر النتورك دي، خلاص ممكن ان انا اكسبت سام ايرور او لا. ماشي. طيب فالمره الجايه ان شاء الله هنتكلم على فانكشنز اكتر، وهنشوف الفانكشن دي انها اتقسمت على layers مختلفه، ونفهم بقى يعني ايه layers، لان دي يعتبر يعني اهم topic هتعرفه في النتورك. يعني من خبرتي الشخصيه اهم topic هتعرفه في النتورك هو layers، مع ان يعني يبدو ان هو يعني مش مهم قوي، ولكن هو very fundamental. لو انت مش فاهمه هيبقى صعب عليك ان انت يعني ايه تبقى يعني تفهم الاوبريشن بتاع النتورك ماشي ازاي وتبقى بروفيشنال. يعني ده يعتبر زي ما تقولوا يعني من وجهه نظري الشخصيه وخبرتي ان هو اهم توبيك في النتورك. فيا ريت ان شاء الله المره الجايه نبقى يعني كل موجود ومركز، وان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها الاو اس اي موديل 7 لاير موديل. ده اللي على اساسه هنكمل الكورس، يعني المحاضره الجايه دي على اساسها ان شاء الله هنكمل الكورس. في حد عنده اي سؤال؟ طيب انا هستوب ريكوردنج هنا.